عليكم، معكم سالم من أندروز. هذه حلقة 18 من سلسلة ألعاب أندرويد الثانية. خمس ألعاب حلوة مسلية، فننتقل للألعاب ونشوفها. مثل ما شايفين هاي خمس ألعاب لحلقة اليوم. عندك أول لعبة طيارات، بعدها طيارات، واللي بعدها طيارات، يعني اليوم أكثرها طيارات، بس أكيد كل لعبة تختلف عن الثانية. فندخل على أول لعبة ونشوفها. ننتظر شوي لحد ما تفتح اللعبة، راح تاخذ شوي وقت بس ننتظرها لحد ما تفتح وياخذ. اضغط على كلمة ستارت، بعدين كونتينيو وانتظر اللودينج. ننتظر لحد ما تفتح اللعبة. ستارت. لازم تفوت في هذا المكان. 200. فوت بهاي الدوائر لحد ما تنزل الطيارة وتخليها بالهواء. لازم تخليها تنزلها بالمكان الصح. المهم ندخل على اللعبة اللي بعدها، ايضا طيارات، ندخل عليها ونشوفها. خذ على بلاي. هاي اللعبة تنقل الناس اللي مثل غرقانين بيوتهم، لازم تاخذهم من المكان اللي صار بي الحادثة وتنقلهم الطيارة للمكان الآمن. يعني اللعبة كلها تنقل الناس توديهم للمكان الآمن مثل المستشفيات وبقية المكان. المهم هنا تشغلها تبقى هنا هاي لمدة 7 ساعات. هنا عندك كم من المسارات اللي تتحرك، لازم تنتبه عليها. هاي مفتوح المكان اللي حاطه عليك، هنا كاميرا. المهم هاي اللعبة، نشوف اللعبة اللي بعدها، اللعبة الثالثة، لعبة طيارات ايضا. انتظر اللودينج. ستارت. كونتينيو 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 بلاي. نضغط على كلمة ستارت. تقريبا هي وليش اللعبة نفس الشيء، بس هاي حربية ذي شيء عادية، فلازم ننتبه للطلق اللي يجي، لازم ما يكون على الطيارة. تنزل بالمكان هذا لك. نشوف اللعبة اللي بعدها، لعبة السيارات. ندخل على اللعبة ونشوفها. يعني تنقل سيارات، خليها بطيارة بس. هاي وضعت اللعبة. وضع على بلاي. نختار المرحلة. انتظر لودينج.
عندك بنزين بريك ومشي السيارة. ما سويناها بالغلط، لازم انت تنزل خليها بالطيارة. المهم هي اللعبة، ما كان من بعدكم. نشوف اللعبة اللي بعدها، اللعبة الخامسة والأخيرة. ننتظر. ضغط على بلاي. ننتظر لحد ما تفتح اللعبة. ضغط على بلاي وانتظر. هنا عندك اللي يمشي وهنا يضرب وهنا يضرب وهنا يقفز أو يسرق. لازم يروح على الحيوانات ويقتل. نار خالقة. المهم هاي اللعبة. هاي الخمسة لعب حلقة اليوم، شاركوا عجبتكم فينا هذه الحلقة من لايك، تعني يوتيوب سوي شير عن كل الناس الفيديوهات، واشترك بالقناة اذا انت مشترك. فينا هذه الحلقة كان معكم سالم، في امان الله. Thank you.